السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي دائما إلهام شانيل. جيسبيغ ان شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بألف خير وصحة يا رب. فيديو اليوم ان شاء الله غيكون فيديو كيف ما قريتم العنوان، زيت حارق للدهون. بزاف البنات عارفة كيعانيو من هذا المشكل، وبزاف البنات كيعانيو من الكرش اللي دائما دائما كتكون عند بزاف السيدات وخلق لهم مشكل كبير كبير جدا. فاليوم جيتكم ان شاء الله بوصفه او بالاحرى زيت اللي ان شاء الله غادي يهنيكم من هذه المشكله هذه. فجيسبيغ يعني تستعملوا هذه الوصفه هذه وتردوا عليا في خانه التعليقات. اكيد كنرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. ويلا دابا ندوزوا الوصفه وطريقه التحضير. اول زيت البنات غتحتاجوا ليه هو زيت الليمون، كيتباع في الصيدليات، الثمن ديالو كيدير 45 درهم 43 درهم، يعني حوالي هذا الثمن هذا، يعني غتلقاوه بارتو متوفر في جميع المحلات التجاريه. ممكن ايضا تستعملوا زيت الحامض، دونك عندكم لو شوا ديال جوج الزيوت المغربيه الطبيعيه بامتياز، اما زيت الليمون اللي هو هذا كيجي اللون ديالو على هذا الشكل هذا، اولا زيت الحامض. انا شخصيا يعني الان ما متوفرش عندي زيت الحامض، متوفر عندي غير زيت الليمون لانه كنستعملو حتى لابو ديالي وكيجيني خزال بزاف والريحه ديالو كتهبل. كنصحكم انكم تجربوه بالنسبه للسيدات اللي ما عمرهم ما جربوه. هذا الزيت هذا كيفاش ممكن يعني تخلصوا بواسطته من الكرش؟ فدائما قبل ما تنعسوا بالليل تاخذوا واحد الكميه ديالو ديال زيت الليمون وتوضعوها، يعني تعملوا مساج للكرش ديالكم، خصوصا زعما الا كانت عندكم شي كرش كبيره جدا فبغيتوا تخلصوا يعني من الدهون. دائما كل ليله تبقاو تدهنوا زيت الليمون الكرش ديالكم او لا زيت الحامض، لان معروف الليمون والحامض من اروع من اروع من اروع المكونات للتخلص من الدهون ديال الجسم بصفه عامه. فهاد زيت الليمون هذا كيف ما قلت لكم قبل ما تنعسوا دائما تمسيو به الكرش ديالكم، اولا زيت الحامض عندكم لو شوا كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو ديال جوج الزيوت، يعني عندكم جوج اختيارات ديال الزيوت المغربيه بامتياز. فكيف ما قلت لكم غادي تبقاو تدهنوا الكرش ديالكم اولا تعملوا ليها المساج، ايضا غادي تلقاو ديك الريحه الغزاله في الكرش ديالكم، وميم طون غادي تخلصوا من الدهون مع المداومه، وايضا غادي تصفقوا الصباح وتلقاو الكرش ديالكم يعني فيه واحد الريحه غزاله اللي هي ديال زيت الليمون او زيت الحامض، بجوجهم كيخلوا واحد الريحه غزاله. ايضا البنات اللي باغيين يتخلصوا من الجسم يعني كمشروب، فكنصحكم دائما بواحد جوج كيسان صغار او كبار ديال الليمون او ديال الحامض مع يعني شي قبصه ديال القرفه ولا قبصه ديال النعناع في الصباح، وغنقدمها لكم ان شاء الله كوصفه ان شاء الله وباذن الله. اكيد تشربوها على الريق او لا، الناس اللي مرادين بالمعده ما يقدروش يشربوها على الريق، حتى تفطروا تشربوا جوج كيسان ديال الحامض او جوج كيسان ديال القرفه وتبننوهم بشويه، عفوا جوج كيسان ديال الحامض او جوج كيسان ديال عصير الليمون وتبننوهم بالقرفه، باش هكذا ما تجيكمش ديك النكهه ديال الحامض شويه قاسها عليكم، غزالين بزاف الدهون. وان شاء الله غنقدمها لكم كوصفه باذن الله. فنتمنى تجربوا ليا هذا الزيت هذا الخارق الخارق للعاده والخارق ان شاء الله لازاله الكرش وازاله الدهون من الجسم. ممكن ايضا تمسوا الجسم ديالكم يعني اللي فيه كتحسوا يعني زايدين الوزن بكثره، تمسيو الجسم ديالكم بالكامل اللي مالا. فجيسبيغ هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم ولا هاد الزيت هذا ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا في خانه التعليقات. كنرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم للفيديوهات واي تساؤل او اي اقتراح. ايضا ما تنساوش تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات وسيل لاباج اوفيسيال فيسبوك ديالي، جمع الرابط غادي تلقاوه ان شاء الله في صندوق الوصف. ايضا ما تنساوش تعملوا لايك تشتركوا في القناه تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد على القناه ديالي دائما إلهام شانيل. خليتكم على خير، نشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو.